مصطفى بالهنا الاخ ديال هاد السيد اللي وقع عليه هذا المشكل، وقع على خويا الاثنين اللي فات تسمو عنده الناس، وهو عيط ليا قال لي والدرجة عندي واحد السيد قال لي راه ضرتني كرشي، عاود من بعد داز ثلاث ولا اربعه الخميس اتصل بيا قال لي راه عاود واحد السيد ثاني راه عيط عليا. الجمعه سقنا الخبر بان شي سيده ماتت، نهار الجمعه مع صلاه الجمعه اعتقلوا تعتقل، مشى للدائره 20 ومن الدائره 20 مشى للبي جي، ومن البي جي دوزوا للودايه، وحنا راه عندنا ثقه في القضاء، وكل واش كيقول اخويا انا ما فراسي شي حاجه تخبار صحيح، كاين اللي كيقول 26 كاين اللي كيقول 20 كل واش كيقول، هادشي اللي فراسي انا. اتواصلت معاه دابا، تواصلت معاه، الحاله ديالو مدهوره بزاف، النفسيه ديالو مريضه وتقريبا يخرج كاع من الحبس خاصو طبيب نفساني، لانه الخواضري مع عمرو وقع عنده شي حاله 25 سنه ولا 26 هو كيبيع في هذا الدومين عمره ما وقعت عنده شي حاله، وحنا عندنا ثقه كبيره في القضاء وبغينا القضاء ينصفق ويعطيه الحق ديالو. وكيبيع السوسيط، كيبيع الطيحه، لدان، الكبده، الدجاج، بوكاديو، سطورطيه، كلشي كيبيعو الخواضري. الرسم الناس مسؤولين كنوجهو لهم رساله ياخذوا بعين الاعتبار، والخواضري راه بريء من هادشي اللي نزل عليه، راه ما عندوش شي يد في هادشي. الخواضري الكليان ديالو كيعتبر الكليان ديالو بحال نفسه. نتمنى يكون خير، ونتمنى يكون خير اخويا.